أنا في الحقيقة لست من دعاة أن يكون عائلة الصدر يعني استشهادية. أنا أقول إن استشهاد محمد باقر الصدر كان خطأ كبيرا، وإن استشهاد محمد صادق الصدر كان خطأ كبيرا، وإن غياب موسى الصدر كان خطأ كبيرا. هؤلاء قامات كبيرة، بقائهم أكثر من موتهم، فائدة أكثر من استشهادهم. وأنا كنت قد قلت 1000 مرة إن استشهاد محمد باقر الصدر كان خطأ، بل كان خطيئة. وكذلك إذا استشهاد محمد صادق الصدر، إحنا شنو إلى متى يعني؟ وين الخطيئة بالموضوع؟ شهيد وين وشهيد الخطيئة وشهيد بالموضوع؟ وشهيد، مو كافي يعني؟ وين الخطيئة بالموضوع؟ الخطيئة بالموضوع إلى أنه الخطيئة بالموضوع خسرنا قامة عقلية، خسرنا عقلية كبيرة كان بإمكانها أن تغير مسار التفكير الفلسفي والمنطقي في العالم كله. أخي العزيز، هؤلاء الذين يطبلون ويزمرون بارك الله لك الشهادة لا يعرفون من هو محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر أحدث نقلة كبيرة في العقل الإنساني. أنا باعتقادي إلى أنه هذا خطأ. وأيضا مقتدى الصدر من يقول أنا مستعد للشهادة خطأ. ما نريدك تستعد للشهادة يا سيدنا، نريدك تستعد للبناء. كافي، والله كافي، والله ملينا. محمد باقر حكيم راح شهيد، ومحمد باقر صدر راح شهيد، وسيد موسى صدر راح شهيد، وكلها راح شهداء. هؤلاء الأعلام الكبار يعني مو كافي؟ لا أخي العزيز، أنا ضد هاي النظرية جملة وتفصيلا. وعلى أي حال، أنا أعود إلى الكلام الآخر. ترى إلى أنه أن يهدد مقتدى الصدر بالقتل هاي عملية عادية، يعني له أعداء. أنا إنسان عادي، هددت أكثر من مرة بالقتل بالتليفون وغيرها وغيرها. أن يتعرض محمد حسين مقتدى الصدر للتهديد مسألة عادية، ربما يعرض بالتهديد من دول، من أحزاب، من شخصيات، بطريقة ملتوية، بطريقة حقيقية. لا، ولذلك هذا الأمر ينبغي أن لا يعطى حجم هو كبير. كل المسؤول